اهلا بحضراتكم من جديد. معايا بقى الفقره المحببه لكل جماهير النادي الاهلي، الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت. منورنا يا استاذ علاء. كابتن اسامه، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. سعيد جدا جدا اكون معاك بعد فتره غياب، وسعيد كمان ان انا جاي في اوقات حلوه جدا بيعيشها النادي الاهلي، بيعيشها جمهور النادي الاهلي بجد. يعني انا امبارح لما تلقيت الدعوه، او من ثلاث ايام لما تلقيت الدعوه، وامبارح كسبنا السله فقلت الحمد لله، وبعد كده كمان النهارده الصبح كمان ذكرى 6-1 دي، فقلت لا انا محظوظ بجد ان انا اجي في يوم سعيد زي اليوم ده. يعني يوم عالمي بجد، يعني انا محظوظ جدا ان انا اكون موجود بعد الدوري السله امبارح، الماتش اللي جماهير النادي الاهلي احتفلت بيه احتفاء غير عادي. يعني انا امبارح حسيت ان الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا كره قدم. يعني السوشيال ميديا اتقلبت، المتابعه كانت كبير، متابعه غير عاديه طبعا، والناس عطت نجوم النادي الاهلي حقها. يعني بجد يعني نجوم كره السله امبارح تقريبا الناس حفظت اسمائهم كلها وعارفينهم وبالاسماء واجوستي وكلام، والله كان فعلا الاهلي خد دوري ابطال افريقيا لكره القدم. يعني مش هنقول طبعا محلات، لان المحلات دي بتاعتنا. يعني فانا سعيد جدا اني موجود النهارده، يمكن 6-1 النهارده كمان. يعني الجمهور النهارده جاي لنا والغزاله رايقه جدا والناس الحلوه عماله تاخد بطولات يعني. ايوه. فيمكن حتى قبل ما اطلع هوا كلمت كابتن خالد بيبو، فبقول له 16 مايو النهارده، 16 مايو، فبقول له النهارده، بيقول لي انا عندي 2 عيد ميلاد. قلت له لا، انت عندك عيد ميلاد واحد بس وعندك عيد قومي. قلت له 16/5 ده عيد قومي بالنسبه لك. فخالد كان مبسوط جدا طبعا، اكيد طبعا. النهارده خالد بيعيش حاله استثنائيه، الناس بتفتكره. ويعني في نجوم كتيره جدا جابوا اهداف تاريخيه وعظيمه في تاريخ النادي الاهلي، بس خالد بيبو راح حتة تانية. يعني الأربعة دي وخليته في حتة تانية مدى الظهر. يعني هيفضل جمهور نادي الأهلي لأبد الظهر بيفتكر 6-1 وبيفتكر خالد بيبو، فهو محظوظ جدا جدا. فأنا بقول له أنت محظوظ جدا في الماتش ده. قال لي الحمد لله. شفت يعني الماتش ده فين؟ بس القاهرة. كنت موجود في الملعب؟ في الملعب طبعا. يعني انت شاهد على الواقع نفسها. انا كنت معايا كتيب الصحفيين ايام ما كانت المقصوره الصحفيين فوق تحت المقصوره الرئيسيه. تحت مكان المقصوره الاماميه دلوقتي. وكان اللاعبين كان تحتينا، فحتى بعد الماتش على طول في ثواني كنا في اوضه اللبس مع النادي الاهلي. وشفت خالد بيبو كان واقف، وشفت مانويل جوزيه مدحت شلبي. ما لحقناش. لا السلام عليكم ورحمه الله. الهدف الاول رضا شحاته. على فكره يعني زي ما قال التلفزيون، بيبو وشير، بيبو والجون دي بتاعتنا. يعني هو كابتن مدحت شلبي قال بيبو وشير، بيبو والجون. بعديها في الماتش اللي بعديها جمهور الاهلي غنى كابتن الله يرحمه عم حسين الله يرحمه، قال لك زي ما قال التلفزيون بيبو وشير، بيبو والجون. دي كنت كاتبها في مجله الاهلي. كنت كاتب زي ما قال التلفزيون بيبو وشير، بيبو والجون. كنا عاملين بعد العدد الخاص، كنا عاملين عدد خاص اللي هو 1 2 3 4 5 6 وبس. عملنا عدد خاص في مجله النادي الاهلي، ده تقريبا من الاعداد التاريخيه في تاريخ مجله النادي الاهلي. قبل المباراه دي توقعت الاهلي يفوز بالسداسيه، خاصه الاهلي عنده لعيبه لسه صغيره وقاعده صاعده، عنده لسه مدرب جديد مانويل جوزيه. في اهم من كده. الدور الاول كان الاهلي خسر من الزمالك. طبعا. في اهم من كده، يعني في البعض بيتحجج بتعثراته ان في مشاكل اداريه. ايوه. وان مش عارف رئيس النادي مش موجود ومش موجود، ما بالك فريق بيلعب ورئيس النادي بتاعه ميت. يعني انت حضرتك تخيل، يعني انت تخيل لما يكون انت بترمي كل فشلك على ان رئيس النادي مش موجود. يعني وقاعد في بيته. ما بالك لما يكون لعيبه بتلعب مباريات قمه ورئيس النادي المايسترو تاريخ النادي، ومش رئيس النادي عادي، ده المايسترو صلاح سليم متوقع بيلعب 10 ايام، لدرجه اتحاد الكره طلب من النادي الاهلي ان هو او عرض على النادي الاهلي تاجيل مباراه القمه دي. فاكر كويس جدا الكواليس، ان هو بعتوا خطاب رسمي للكابتن حسن حمدي وقتها، كان نائب رئيس النادي الاهلي، قالوا له لو عايزين تاجلوا هذه المباراه تقديرا للظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ووفاه المايسترو صلاح سليم، النادي الاهلي رفض. فشوف لعيبه النادي الاهلي ازاي في غياب المايسترو صلاح سليم وفي حاله حداد، حاله حداد حقيقيه مصر كلها، مش النادي الاهلي بس، كان حاله حداد في مصر كلها في وفاه المايسترو صلاح سليم، والنادي الاهلي بيقدر يعمل مباراه اسطوريه ومباراه تاريخيه. ودي كانت تكريمه لكابتن صلاح سليم. يمكن لو طبعا يعني اكيد الماتش انا شفته طبعا مليون مره على شاشه قناه النادي الاهلي، شفته 20 يعني، انا حافظه صم الماتش ده. لكن هتشوف حتى في يوفا كان جمهور الاهلي الشموع الحمراء اللي تنطفي، شموع صلاح سليم اللي تنطفي، كان لسه النادي الاهلي في حداد، لعيبه النادي الاهلي كانوا لابسين اشاره حداد في المباراه دي. فتخيل لما يعني احنا بنقول بس ان احنا مش احنا النادي اللي بيعمل مبررات للفشل، مش احنا اللي نقول لك لو ده مش عارف النادي عنده عدم استقرار، لما يكون رئيس النادي بتاعك انت اصلا متوفي وبتعمل انتصار تاريخي. دي كانت رساله ناس كده جدا بتغفلها. يعني الناس كلها بيقول لك ان الاهلي كان ظروفه وقتها ومانويل جوزيه كان لسه جديد وبتاع، لكن احنا بوريكم ازاي لعيبه النادي الاهلي بتكون على قدر المسؤوليه. مفيش رئيس نادي في وقتها كان رئيس النادي متوفي، كان في حاله حزن وحاله حداد كبيره جدا،
ورغم ذلك النادي الاهلي عمل اكبر انتصار في تاريخه على نادي الزمالك. طيب وانت بتقول لي بقى والغزاله رايقه ومبسوط امبارح مباراه كل حاجه السله امام الاتحاد، فريق الاتحاد من الفرق العريقه والكبيره جدا في كره السله في مصر، كره السله المصريه، مش السله رجال بس، ده نتكلم على السله سيدات، نتكلم على الهاندبول يد رجال سيدات، حتى بقول الطايره رجال الطايره اللي انت كنت بتضرب بيهم دايما المثل واحنا زعلانين منهم. شوف السنه دي هتلاقي اولا الرجال واخد بطولتين، بطوله عربيه والسوبر امام الزمالك، والزمالك خد دوري وكاس، يعني انا متساوي معاه في عدد البطولات واحنا زعلانين منهم جدا جدا علشان جداً. النادي الاهلي بيحب دايما الاحتكار. طبعا السيدات لا، وخاصه الطايره بالذات يعني طبعا السيدات على مستوى السيدات احنا واخدين بطوله الدوري، واخدين بطوله السوبر والزمالك خد الكاس. شاف الاكتساح الاهلاوي او الطوفان الاهلاوي في العاب الصالات ازاي؟ شوف يا كابتن اسامه، حضرتك قلت في البدايه ده موسم استثنائي، انا يعني هو استثنائي وتاريخي، يعني اعتقد على مدار تاريخ النادي الاهلي، انا موجود في مجله النادي الاهلي من 30 سنه وبتابع كل حاجه والتاريخ كله حافظه صم، يعني زي ما حافظ اسمي حافظ تاريخ النادي الاهلي في كل حاجه، عمري ما شفت موسم زي ده في النادي الاهلي. كنا بنحتفل ممكن اللعبه تقع منك، لكن ممكن اللعبتين تقع منك او ثلاثه يقع منك وتحتفظ ببطوله، لكن السنه دي كنا انت حتى الفرقه الوحيده اللي زعلان منها واخده بطولتين. حتى لعبه وانا طبعا فريق كره الطايره بالنسبه لي كان يعني زعلان منه بس مصدوم، لان انا عارف قيمته. الفريق ده مش مستحيل يخسر، مستحيل يخسر، يعني الفريق ده انا متابعه متابعه جيده جدا وكل لعيبته اصدقائي. هي كانت مشكلتهم الوحيده بس ان هم دايما بيفكروا في الانتصار السريع على نادي الزمالك، يعني حضرتك لما تشوف حتى المباراه الاخيره اللي هي السري بيست اوف 3 اللي كانت في الكاس، لما الاهلي كسب الشوط الاولاني في اول مباراه ليهم 25-17 لعيبه النادي الاهلي حسوا ان خلاص المهمه سهله بالنسبه لهم، فاللي هم متعودين يكسبوا الزمالك 3-0 لما بياخد لما الزمالك بياخد منه شوط بتحصل عندهم برابكه شويه، بتحسوا برابكه، يعني دايما تفكيرهم ازاي هنكسب الزمالك 3-1، يخسروا الشوط الثاني تبقى النتيجه 2-1 ويرجعوا. لكن انا متاكد يعني ناس كتير جدا بتقول لي انت ما اتكلمت على الطايره، لا انا كنت بتكلم عن ثقه، وحتى بعد ما اتكلمت مع عن فريق الطايره وراهنت ان الاهلي يكسب الزمالك 3-0 ويوميها كسب، وثاني يوم الزمالك الاهلي كسب الزمالك 3-0 فعلا، وكانت مباراه قصيره جدا، يعني تحس ان يعني مباراه استعراضيه، الاهلي خلصها 25-11 و25-17 كانت مباراه سريعه جدا. بعديها النادي الاهلي كسب الزمالك في الدوري 5 مرات وكسب سوبر مينا، فانا كنت معتقد ان خلاص بطوله الطايره دي في دي. لكن انا عارف كويس جدا ان لعيبه النادي الاهلي لما بيخسروا شوط قدام الزمالك بتحصل لهم ضغوط كبيره جدا، بيتوتروا بشكل كبير جدا مع انهم عندهم نجوم كبار زي عبد الله عبد السلام. شفت اليد بقى، النادي الاهلي السنه دي بيعمل منظومه من اليد خاصه الرجال، بياخد كل البطولات دوري وكاس وسوبر افريقي، وكمان بنشوف سيدات السله كمان. شوف يا كابتن خالد، انا اولا بحب اشكر جدا كابتن خالد العوضي بصراحه، يعني الراجل ده بيستحق الشكر، لان الراجل ده لما تولى المهمه كانت العاب صالات في النادي الاهلي مش في افضل حالاتها يعني. ف مره قابلته وقعدت معاه قعده مطوله جدا جدا في احتفاليه كان فيها نادي الزمالك بياخد دروع كتيره جدا، فقعدت معاه قلت له كابتن خالد قال لي استنى علينا الموسم الجاي هنعمل صفقات كبيره جدا. انا شايف ان واحده من افضل او من ضمن افضل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي في تاريخه اجوستي مدرب السله، يعني فعلا مدرب اسطوري بجد، راجل بيعمل، يمكن النهارده قريت عنه تقرير ان ده اول مدرب، يعني مدرب اسباني يفوز ب10 بطولات في 3 مواسم في مصر هنا، ده رقم قياسي مهم جدا. ديفيدز مدرب كره اليد، طبعا انا شايف ان ديفيدز واجوستي بصراحه عملوا طفره، لا انا شايف دول اهم صفقتين في النادي الاهلي السنه دي في كل الالعاب بما فيهم كره القدم، يعني حتى كره القدم انا شايف ان ديفيدز، التعاقد مع ديفيدز المدير الفني اللي هم مسمينه موسيماني اليد واجوستي، انا شايف دول اهم صفقتين رياضيتين في النادي الاهلي الموسم 2023 و2024 بجد، يعني موسم لما بنشوف الصوره المقسومه دلوقتي واحنا شايفين كم التتويجات سواء في الكوره سواء في العاب الصالات في السله في اليد في كل الالعاب، قلت لي حاجة حلوة، قلت لي المفروض في الفواصل في قناة النادي الأهلي. ده أنا سمعتك لما أنت بتقول صورة الفلق. لا بالفعل والله العظيم، قلت لي يعني ما نزعش إعلانات، لا ما نزعش إعلانات، ده لازم والله لازم علشان لازم في كل فاصل لازم والله العظيم بجد، يعني الحسد كتير جدا ومذكور في القرآن طبعا، لازم في كل فاصل في أي برنامج في قناة النادي الأهلي لازم نذيع صورة الفلق بجد، يعني لأن الناس يعني جمهور الاهلي بيقولها دلوقتي وانا قلتها قبل كده كتبتها على صفحتك والعذر رب الفلق، لان فعلا اللي بيحصل ده يعني خايف نتحاسب بجد،
موسم استثنائي، جمهور النادي الاهلي النهارده صاحي بيدوروا في السوشيال ميديا على في ايه النهارده الاهلي يكسب بطوله ايه. الناس دلوقتي مستنيه كل البطوله من النادي الاهلي، فالحمد لله فعلا نعمة. لازم فعلا والله صوره الفلق دي تبقى يا اما استراب على طول تتجاب على طول، يا اما في الفواصل لازم تتقال. واحنا بنقول للناس اللي كانت بتقول للنادي الاهلي تعالوا اعملوا معايشه معانا، اقول لهم تعالوا شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه. انتوا كنتوا لسه بتقولوا الكلام ده في الموسم اللي فات، تعالوا شوفوا النادي الاهلي دلوقتي اللي خد كل البطولات وحصل كل البطولات ولسه زي ما حضرتك بتقول. احنا دلوقتي بنتكلم في 17/4 مقارنه ببطولات الاهلي والزمالك في الصالات، بس 17/4 النادي الاهلي. انت حضرتك تفضلت وقلت ان في بطولتين ان شاء الله باذن الله قريب في كره السله رجال وبنات، ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى الفرق هيبقى 19/4، وطبعا طبعا لو حطينا كره القدم يبقى الفرق 25/4، فطبعا هيبقى ضربه قاضيه في كل الالعاب يعني. طب بتقول ايه للناس اللي دايما تقلل انتصارات من دايما من انتصارات النادي الاهلي؟ النادي الاهلي لما بيفوز ببطوله دايما اصل المنافس ضعيف، تكسب الترجي في تونس اصل مش ده الترجي وفريق اقل من العادي، تكسب بطوله في العاب الصالات اصل المنافس ما كانش الزمالك، تكسب الزمالك اصل فلان مشي من الزمالك. بتقول ايه او توجه رساله ايه للناس اللي دايما ما بتبصش او بتحط ايديها او بتدرس تفوق النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ادارته عملت ايه، لعيبته عملت ايه، اجهزته الفنيه، جماهيره، علشان تقلد النادي الاهلي؟ لا دايما بتقلل من بطولات النادي الاهلي. والله بضحك يا كابتن اسامه، بضحك يعني بس لولا بس ان هم في بعض منهم زملاء اكلت معاهم ملح كنت ممكن اجيب لهم كلامهم اللي كانوا بيقولوه على البطوله دي السنه اللي فاتت وكلامهم بالبطوله دي السنه دي. لو جبت ده والجزء ده والجزء ده مع بعض هيتكسفوا من نفسهم بجد، هيتكسفوا يعني. طب واللي بيقول لك الاهلي بيكسب بالحظ؟ لا ده قال لك على كاس العالم للانديه، كاس العالم للادويه، فتخيل بيقول لك كده، بيقول لك الاهلي مش مقياس انه يكسب بطل امريكا اللاتينيه. طبعا ده يعني عارف اللي ما يعرفش ولا عدسه او الغيره يا كابتن اسامه، الناس دي خلاص يعني عندهم فراغ، والفراغ بيخليهم دايما يعني يصدروا الموضوع الهيفه. فانا بطالبهم يعني اذا كان عندكم فراغ وبتكلموا في موضوع الهيفه يا ريت تبتكروا طلعوا الموضوع اهيف من كده شويه، يعني زي الاهلي ما راحش يلعب في الاسماعيليه، تخيل الموضوع مفتوح بقاله قتل ابا احسن، قتل ابا احسن وعاف عليه الزمان ورغم ذلك لسه بيردوا، ده فراغ، ده فراغ. فانا بقول له انا حتى والله كتبت بوست قلت فيه يعني المفروض منكم بدل موضوع الهيفه دي تبتكروا وطلعوا موضوعات اهيف من كده شويه تكلموا فيها، يعني خلاص ايه العبث الاهلي مش عارف. طب هقول لحضرتك على حاجه، يعني كان في بعض الزملاء بيتكلموا على ان الاهلي ليه مؤجلات وما بيقولوش ابدا الاهلي مؤجلات في كره القدم. طبعا هو بيتكلم على كره القدم، انا بس طبعا يمتلكوا يعني عندهم حق في الكلام ده كله ان هم ما بيوصلوش للمراحل المتقدمه في دوري ابطال افريقيا، فما بيكونش مجالاتهم بتكون بسيطه يعني. ما بيبقاش عندهم مؤجلات، ما بيكونش عندهم مؤجلات، ما بيلحقوش اصلا، ما بيلحقوش ان هم بيخشوا بيطلعوا. فكانوا بيتكلموا، انا عايز اقول لهم بس افكروا بس ان اخر مره وصلوا فيها نهائي دوري ابطال افريقيا 2016، طبعا غير 2020 لان دي كانت الاهلي والزمالك كانوا متساويين في المؤجلات. لكن تعالى في 2016 لما كان الزمالك وصل نهائي دوري ابطال افريقيا قدام صن داونز وخسر البطوله دي، وللاسف الزمالك منح النجمه الوحيده على فانيل صن داونز كان بسبب الزمالك. فبقول لهم ان هم وقتها كان في دوري، الدوري انطلق كان ساعتها دوري ابطال افريقيا بيخلص في شهر اكتوبر، فكان وقتها الدوري المصري بدا يوم 15/9، الاهلي لعب 7 مباريات لحد الزمالك ما خلص دوري ابطال افريقيا، والزمالك لعب مباراتين. الزمالك تاجلت له المباراه في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، ولعب الاسبوع الثالث، اول مباراتين كان في الاسبوع الثالث، وتاجلت له الرابع والخامس. بعد كده بعد ما خرجوا من وخلص بطوله افريقيا ابتدوا يلعبوا، كان الاهلي لعب 7 مباريات وقتها. ربط انت ربط حلو يا استاذ علاء، والله انا شفت الصوره النهارده سبحان الله، صوره واتقسمت نصين، يخلق من الاضير بعيد. بدل الفل والاصل نصين. ايهاب امين امبارح حتى افتكر ان الحكم خلاص صفر فشاط الكره. لا بص حضرتك يا كابتن اسامه، شفت حركه ايد قفشه وحركه ايد اسامه ايهاب امين، حتى اسف كابتن ايهاب امين، شوف حركه الايدين وتشريح الجسم واحد، الاثنين واحد، يعني تحس ان يعني لو حطيت شلت راس ايهاب كابتن ايهاب امين وحطيت راس قفشه تقول لك هي نفس الوضع، التشريح ونفس الشوطه بالظبط ونفس الرجل ونفس البتاع، حتى بصت الكوره الاثنين بيبصوا الكوره بشكل واحد وبتاع وكده. فانا الصوره لما شفتها النهارده عجبتني قوي، واول ما شفتها على طول افتكرت صوره القضيه، فحطيت وقلت سبحان الله صوره اتقسمت نصين، بدل فول اتقسمت نصين ويخلق من القضيه 40، فعلا يخلق من القضيه 40. فالصوره دي عجبتني جدا وحبيت اعملها، يعني ان احنا ندعي جمهور النادي الاهلي بيوم نفكرهم بالقضيه ممكن. طبعا هم مش هينسوها، طبعا مش هينسوها زي ما احنا بنتكلم. بس انا بقول لهم يا كابتن اسامه، بس يعني يا ريت قبل ما تتكلموا عن مؤجلات النادي الاهلي وتبقى البانه
لبنى مره والبنى بايخه وتقعدوا ترددوها. فكروا نفسكم بمواقفكم انتوا لما كنتوا في 2016 اللي ده اخر مره كنتوا موجودين فيها غير طبعا 2020. شوفوا انتوا مواجهتكم قد ايه انكم تكسفوا. زي برضه كابتن النكته البايخه قوي اللي بيقول لك اثر الطاهر. بيقول لك لو اثر الطاهر كان جابها مش عارف الاهلي. طب انا عايز اقول لهم حاجه، هم لو عارف يا كابتن لو عملوا بس يعني جابوا مباراه الاهلي في دوري ابطال افريقيا كان يعرفوا ان محمد هنا ضيع ضربه جزاء في ماتش سان داونز. تمام؟ وكانت النتيجه لو كان محمد هاني جاب الجون ده كانت النتيجه 3-1 للنادي الاهلي. 3-1 دي كان معناها المباراه انتهت. لو كان محمد هاني جاب الجون دي المباراه اللي كانت في ملعب السلام، المباراه اللي تعادلنا فيها 2-2 مع صن داونز. تخيل يعني قبل بدل ما انت بتفترض وتتخيل ان اثر الطاهر جاب جون، لا تخيل وافترض ان محمد هاني جاب جون. كان جاب جون، كان وقتها النادي الاهلي هياخد 3 نقط بدل نقطه واحده، كان هيوصل مباراه الهلال السوداني، والهلال السوداني لو كان اثر الطاهر جاب الجون ده ولا كان فرقت حاجه، كان النادي كان هيبقى كان برضه هيفضل المباراه الحسم المباراه الاخيره بالله. فانا بقول لهم زي ما انتم بتفترضوا وتتخيلوا ان اثر الطاهر ده ضربه جزاء، افتكروا محمد هنا ده ضربه جزاء، لان محمد هنا لو كان ضربه جزاء ما كناش نسمع اثر الطاهر ده خالص. عارف احسن حاجه في النادي الاهلي ايه وادارته؟ لا يلتفت للصغائر. النادي الاهلي قافل على نفسه. الصغائر كترت قوي يا كابتن اسامه والله، اصل الاول كان ممكن تلاقي صغيرتين قافل على نفسه. ما بيبصش لكل الكلام ده، انا مركز في مشواري. علشان كده النهارده ابتديت حلقتي والكلمه انت اخذتها مني، قلت موسم استثنائي. لازم يبقى موسم استثنائي في كل حاجه، مش في البطولات بس، لا ده كمان في التفكير والاداره علشان ازاي اكتسح كل البطولات دي. كابتن اسامه انا يعني انا كتير جدا بطلب، انا عارف ان يعني دولاب بطولات النادي الاهلي مليان مليان مليان، وعارف ان مفيش مكان لقدم زي ما بيقولوا في الملاعب يعني، لكن اتمنى بجد الموسم ده يتحط لوحه في مدخل النادي الاهلي او في لوحه البطولات، ونتكلم ودايما الناس كلها اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يشوفوا الصوره دي، يشوفوا الصوره دي الموسم ده النادي الاهلي عمل فيه ايه، لان الموسم ده مش هيتكرر. هتقعد 50 سنه عشان نتكلم كده، الا اذا النادي الاهلي عاد الانجاز ده ان شاء الله باذن الله يعدل الموسم الجايه ويعمل افضل منه باذن الله. طيب علشان بقى احنا عندنا برضو دايما نبص على المستقبل، والبطولات دخلت الدولاب وبقت تاريخ، فاحنا بنبص للمستقبل. عندنا أكيد مباراه مهمه يوم الجمعه القادمه امام فريق محترم طبعا، فريق الترجي. طبعاً تعالى بقى نروح لتوس ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن انيس بوجلبان، نطمن منه ونشوف رؤيته. كابتن انيس بوجلبان منور قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي ليك. تحياتي للاستاذ علاء عزت كمان معايا الناقد الصحفي الكبير، تحياتي علاء حبيبي يا كابتن اسامه. طبعا انيس حبيبي والله سعيد جدا اني سمعت صوتك. وانا والله سعيد جدا جدا ونفسي اشوفك والله يا كابتن انيس والله. وحشنا كتير يا انيس، وقول لنا شفت ازاي مباراة الاهلي والترجي في تونس اللي فاز فيها النادي الاهلي بثلاثية؟ طبعا نتصور انه يعني النتيجة كانت يعني طبعا 3-0 يعني بيسمع النتيجة يعرف النادي الاهلي يعني كان انتصار كبير، وكما نقولوا حتى في تونس يعني الانتصار هذا يعني ما احناش متعودين به في اللقاءات بين الترجي والاهلي، تعودنا انه المباريات النتائج تكون يعني قريبه من بعضها والترشح يكون في اخر لحظه. اكيد انه وضع الترجي الاستثنائي اللي يعيش في الفتره الاخيره اثر. النادي الاهلي استحق الانتصار نتاعو، عمل مباراه ممتازه وانتصر وسجل الاهداف واللي جاء على خاطره اكيد يعني حق النادي الاهلي. سمعنا يا انيس؟ طبعا. طيب عايزك برضو تقول لنا حاله الترجي دلوقتي، خاصه بعد تغيير الجهاز الفني واستقاله الكابتن نبيل معلول وتعيين جهاز فني جديد، ومين برضو المدير الفني اللي هيدير لقاء الاهلي مع الترجي؟ يعني بالنسبه للترجي نتصور انه صدمه بالنسبه للجماهير اليوم، كما قلت لك نتيجه كبيره ما كانش متوقع عينها. الترجي مش في احسن حالته، الترجي يعيش في فتره انتقاليه، الاصابات اثرت على الفريق. اللي طال فني استقال كابتن نبيل معلول لانه كان ضغط كبير، ضغط الشارع ضغط جمهور الترجي كان كبير جدا. المعوض يعني هو انيس بوسعيدي، لاعب منتخب تونس، لاعب دولي كان موجود معاه في الجهاز، مش هو يكون موجود في تقول مجدي تراوري. يعني مش مجدي تراوري، مش الكابتن مجدي تراوري هو اللي بقى في القاده الفنيه.
لا، انيس بوسعيدي لاعب الدوري التونسي منتخب تونس، لاعب الملعب التونسي السابق، لعب في اوروبا، كان في منتخب تونس، كان موجود مع نبيل معلول في الجهاز الفني. بعد استقاله نبيل معلول هو اللي خذا الفريق، وكانه يعني كنا اتجاه اداره الترجي اعاده سيناريو معين شعباني. تعرفوا انه ممكن في مصر ممكن ما يعرفوش معين شعباني كيفاش بدا في الترجي بعد استقاله المدرب وقت خالد بن يحيى، خذا هو وخذا كاس افريقي. ممكن هذه قاعدين يعاودوا في نفس السيناريو، لانه اداره الترجي ممكن تم بالاستمراريه حتى كان كابتن نبيل معلول استقال، لازم يكون حد موجود يعرف الفريق يعرف التفاصيل. ولو انه يعني للامانه مهمه صعبه جدا بالصعيدي، خاصه لانه اول حاجه مش لاعب النادي الاهلي في مصر، وانت خسران في تونس 3-0، ومع الاصابات الموجوده فالمهمه صعبه وصعبه جدا. شايف مين الاقرب للوصول للنهائي في المجموعه الثانيه في المباراه الاخرى، الوداد ام سان داونز؟ سان داونز للامانه ما اتفرجتش في المباراه. سان داونز فريق محترم جدا، فريق قوي جدا بدنيا، سريع، فريق رغم الاقصاء الاول اللي هو كان في الشوط الاول والاقصاء الثاني، الفريق ما تاثرش بالنقص العددي. نتصور انه بالصفر صفر اللي عملها في المغرب مع الوداد، اعتقد انه هو الاقرب لمواجهه الاهلي في نهائي الافريقي ان شاء الله. شايف كابتن انيس، وانت واحد يعني من نجوم الكره التونسيه ولعبت في النادي الاهلي سنوات وقدمت مستويات رائعه وعلمت كمان مع جمهور النادي الاهلي، شايف ما يقدمه علي معلول دلوقتي مع النادي الاهلي ازاي؟ لا علي ما شاء الله اسطوره، علي يعني نجم يعني موصف انه ايقونه الجيل الحالي للامانه. يعني علي معلول فخر كل التوانسه بالمستويات الكبار اللي قاعد يقدم فيهم في النادي الاهلي. ما نتصورش ان الجمهور الاهلي مستحيل ينسى علي معلول واللي قدمه، يعني مدافع من طراز عالي ومدافع صاحب الاسيست الاخير وصاحب الاهداف، شخصيه قويه، لانه مستاهل انه في الاوقات الصعبه انك انت تاخذ الكره وتسجل البيلن، مش حاجه عاديه. كيف كيف حسوا قائد، يعني واحد من اعمده النادي الاهلي. فيعني ان شاء الله ربي يوفقه ونقول له علي معلول واصل. فانت كما قلت لك فخر لكل التوانسه. اخيرا كريستو، يعني تعاقد النادي الاهلي مع كريستو، هو دلوقتي يعني هيشارك يعني مع منتخب تونس للشباب في كاس العالم الارجنتين، تعاقد النادي الاهلي مع كريستو خاصه ان هو صفقه لسه لاعب صغير في السن. كريستو يعني من مواهب كره القدم التونسيه، واحد من ابرز المواهب في سنه وفي جيله، وشفناه مع المنتخب الاواسط يعني مؤثر مع النجم الساحلي. قبل ما يجي للنادي الاهلي كان مؤثر جدا، كان هو هداف الفريق، كان هو اللي يصنع في الفارق ويصنع في انتصارات النجم. صحيح انه في النادي الاهلي مازال ما خداش وقت كثير، لكن على مستوى الامكانيات متاكد من امكانياته الفنيه، ومتاكد من انه يعني يتاقلم مع النادي الاهلي باش يكون واحد من ابرز اللاعبين في النادي في الفتره القادمه. بنشكرك يا كابتن انيس، شكرا جزيلا، ودايما بنسعد بيك في قناه النادي الاهلي وعايشك. طيب بنشكر الكابتن انيس ابو جلبان، شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين مع حوارنا مع الناقد الصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر حالا طازه معانا دلوقتي، الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة تعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة القدم. جاء ذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول. ووجه المجلس الشكر إلى التشيكي مايكل بروكيتش عن الفترة التي قضاها بالنادي وبذل خلالها جهودا كبيرة ساهمت في الطفرة التي تشهدها فرق القطاع. بنقول للكابتن بدر رجب مبروك، رجعت لبيتك مرة
اخرى، مسؤوليه كبيره، ودايما انت معودنا ان شاء الله على النجاحات الكبيره. كابتن بدر رجب اسم كبير جدا في عالم تدريب قطاعات الناشئين، وليه خبرات كبيره جدا ان شاء الله يقدر يستفيد منها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ونشوف بقى عمليه تصعيد كبيره جدا وامداد الفريق الاول بلاعبين ان شاء الله للدرجه الاولى خلال الفتره القادمه. استاذ علاء، حالا ايه رايك او تعليقك على خبر تعيين الكابتن بدر؟ شوف حضرتك كابتن اسامه قبل الفاصل قلت لي هنتكلم عن المستقبل. دي صفقه المستقبل يا عيني. والله حلو قوي التعليق ده. والله دي صفقه المستقبل النادي الاهلي، دي الصفقه اللي كان الجمهور، انا ما بعتبرش ده خبر، انا بعتبر ان مجلس اداره النادي الاهلي ابرم صفقه، وصفقه كبيره جدا. وصفقه جمهور النادي الاهلي كان مستنيها بجد يعني. يعني جمهور النادي الاهلي من فتره طويله جدا كان بيطالب بالكابتن بدر رجب في كل مداخلاته، حتى الاعلام كان بيغازله. راجع امتى راجع امتى؟ يمكن انا سمعت له مداخله مع الزميل محمد شبانه من 4 5 ايام، وقال فيها ان هو دي اخر موسم ليه في دوله الامارات الشقيقه. عرفت ان كابتن بدر رجب جاي خلاص. خلاص جاي اشتغل في الجزيره الاماراتي ما يقرب من 15 يعني سنه. وانا شايف ان دي الخبر ده جمهور النادي الاهلي هيسعد جدا جدا بيه يعني. دلوقتي ممكن بعد دقيقتين او قبل الحلقه ما تخلص السوشيال ميديا بيتكلم عن الخبر ده. انا شايف ان دي صفقه المستقبل النادي الاهلي. شايف ان احنا الكابتن بدر رجب اللي فرغ نجوم كبيره جدا 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 للنادي الاهلي، يعني الاسماء كتيره، كهربا ومؤمن زكريا وتريزيجيه وكام كله، هيفرغ لنا اكتر من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. فانا شايف ان دي، انا بقول عليها دي مش خبر تعاقد، انا شايف ان دي صفقه المستقبل للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيلحقش يفرح ببطولاته يعني. بطولات ما دي بطوله. لا انا قصدي دايما زي ما انت حضرتك بتقول بيبص على المستقبل. المستقبل ازاي؟ الاستعداد للترجي عشان بطوله افريقيا، الاستعداد ازاي لقطاع الناشئين عشان عايز يبقى عندي نجاحات اكبر. كمان يمكن كابتن انيس جلبان المداخله دي كان معانا قبل الفاصل. قبل الفاصل كابتن انيس بجلبان. انيس بجلبان يعني انا شاهد عيان ان هو حبه للنادي الاهلي بيعرضه لضغوط كبيره جدا جدا في تونس. يعني انتمائه الشديد للنادي الاهلي بيخليه يواجه ضغوطات كبيره جدا في الشارع التونسي. انا كنت في تونس وكان جه زار النادي الاهلي لدرجه ان هو كان جاي متخفي، فبقول له ليه متخفي وكده؟ قال لك لان الجمهور كله بيعاتبوني وبيهاجموني، مش عايز اقول كلمه ثانيه على الانتماء للنادي الاهلي. وده كان لاعب محترف في النادي الاهلي، وجي امضى وقت قصير جدا في النادي الاهلي. عمل بطولات وجي قضى فتره ومشي ولا نسي النادي الاهلي، وما زال على حب وانتماء النادي الاهلي. ودي رساله لعيبه كتيره جدا جدا ارتدت جيلبرتو وفلافيو. لا يعني دي رساله لعيبه كتيره جدا مصريين ارتدوا فينا الحمراء، وللاسف ما صاروش العشره ولا حتى قدروا يحترموا الفلنه اللي بيلعبوا فيها. فشوف اداء نسبه جلبان اللاعب ده حضرتك يعني، شوفوا في بيتعرض كم الضغوط بيتعرض لها من كل جماهير الانديه في تونس، الترجي والافريقي والصفاقسي، كل ده عشان خاطر حبه النادي الاهلي. الراجل ده بيدفع فاتوره كبيره جدا، عشان كده بوجه له كل التحيه يعني بجد يعني، كل تحيه على حبه وانتباه النادي الاهلي. هو من الشخصيات المحترمه اللي انا عاصرتها جدا جدا جدا، اللي انا عاصرتها كمان في النادي الاهلي. واحنا بنتكلم عن المستقبل بقى، انت مع الراي اللي قال ان مباراه الترجي خلاص والنادي الاهلي صعد، ولا لسه برضو الكلام ده يعني ما بيمشيش معانا في النادي الاهلي؟ يعني مش 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 هقول لسه ومش معانا، لكن الحاله اللي فيها الترجي بتطمني تطمني يعني. الحاله الفنيه حتى بعد تغيير الجهاز، حتى بعد تغيير الجهاز الفني وفي جهاز، انا عارف دايما اي مدير فني دوافع اخرى. طبعا، وزي ما بيقولوا الغربال الجديد له شده، وعارف كويس جدا ان الغربال الجديد له شده دي مش مجرد مثل شعبه بس، ده مثل اتطبق. لو قعدنا شفنا انديه كبيره جدا عاشت عصارات كبيره جدا، بمجرد اول مدير فني بيجي لها فاول مباراه لازم يعملوا انتفاضه، لازم بيكون عندها دوافع جديده وبتاع وكده. لكن انا شايف الحاله الفنيه والنتيجه الكبيره اللي عملها النادي الاهلي اعتقد هتبقى مهمه يعني، زي ما قال المدرب المساعد مهمه صعبه جدا جدا بالنسبه لهم. انا يعني طبعا مش بقول ده عشان بقول يا خلاص الموضوع حسمت، لكن شايف باذن الله حظوظ النادي الاهلي اكبر بكتير. وطبعا لعيبه النادي الاهلي مش هي اللعيبه الصغيره اللي ممكن تقع في اخطاء انها يعني. وكولر كانت تصريحاته بعد المباراه عقلانيه، ولعيبه النادي الاهلي عندها من الوعي والادراك ان هم ازاي يتعاملوا مع ماتشات زي كده. طبعا مفيش طبعا كره القدم حافله بالغرائب والطرائف في النتائج كتير جدا، لكن انا براهن على وعي لعيبه النادي الاهلي وثقتها في انفسها وثقتها ان هي لسه مشوار طويل جدا، ومش مجرد فوز كبير اتحقق بره هيركن عليه. لا انا عارف ان هم بيبصوا ابعد من مباراه الترجي باذن الله. كولر شاف خطواته ازاي واداؤه مع النادي الاهلي السنه دي؟ اخذ 3 بطولات، 2 سوبر، واحد امام الزمالك وامام بيراميدز، وبطوله كاس مصر امام بيراميدز، بيتبقى لي بطولتين، بطوله الدوري لسه ما حسمتش، وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الكاس الجديد. شوف دايما احنا دايما المدرب بيكون تقييمه على حسب ادائه في المباريات الكبيره.
المواعيد الكبيره زي ما بيقولوا يعني في شمال افريقيا، المواعيد الكبيره. الراجل ده رجل مواعيد كبيره يعني، يعني انت لحد دلوقتي كم منافسينك كسب الزمالك مرتين، خمسه، ثلاثة واثنين يبقى خمسة، بدل ما بيتكلموا على خمسة لا بدل ما تفكروا في خمسة ثانية فكروا في الخمسة بتاع اللي كولر عطاها لكم. كسب بيراميدز مرتين، عمل يعني احنا كان قبل كولر كان الكفة مباراة بيراميدز كانت كفة متساوية، دلوقتي لا علّك على بيراميدز. الماتشات اللي بره كلها شفنا ماتش الرجاء اتعامل معاه بذكاء شديد جدا، ماتش الترجي شفنا ماتش الترجي، فده يعني انا شايف ان الراجل مواعيد كبيره جدا. راجل لعب 41 مباراه مع النادي الاهلي، كسب 29 مباراه منهم يعني ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه يبقى 30 مباراه، يبقى عمل اكتر من 75% انتصارات، وفي 8 تعادلات منهم تعادلات بطعم الفوز، يعني في تعادلات بتبقى بره الارض بتبقى طعم الفوز يعني. عملها كويس جدا، بدايته كانت بدايه صحيحه جدا، بدايه يعني ضربة البداية مع النادي كانت ضربة بداية صحيحة جدا زي موسيماني زي فايلر. فأنا إن شاء الله بإذن الله متفائل جدا بالراجل ده، إن الراجل ده ممكن يعني يعمل موسم قياسي زي ألعاب الصالات كده، هيعمل موسم قياسي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. هيبقى عندنا وعد إن الراجل ده يعني، أو أنا متفائل الراجل ده ممكن يجيب 6 بطولات كرة قدم للنادي الأهلي، إن شاء الله 6 بطولات. إحنا هو لحد دلوقتي جاب 3 إن شاء الله بإذن الله، دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي ودوري المحلي، إن شاء الله بإذن الله 6 بطولات بإذن الله. أنا متفائل جدا 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 بيه. الماتش الثاني الوداد والسان داونز، شايف من وجهه نظرك مين الاقرب؟ رغم ان المباراه الاولى خرج التعادل السلبي، المباراه الثانيه هتكون في سان داونز، برضه فريق الوداد من الفرق الكبيره، فريق سان داونز من الفرق الواعده والصاعده في الكره الافريقيه، مين الاقرب اللي يكون موجود في المباراه النهائيه؟ شوف انا يعني انا اتمنى ده واتمنى ده بصراحه، لان ده في ميزه وده في يعني ده في ميزه النادي الاهلي ممكن يستغلها ويحقق عليها فوز، وده ليه ميزه ويتحقق. انا فريق سان داونز انا شايف ان من الفرق اللي هي دايما ما عندهاش دي بتلعب كره قدم من اجل كره قدم يا كابتن اسامه، يعني دي فرقه ما عندهاش حكايه الدوافع، ما عندهاش حكايه الحضور الجماهيري يفرق معاها ما يفرقش معاها الكلام ده كله، لا دي فريق ال 11 لعيب اي 11 لعيب عندهم بينزلوا لارض الملعب بيلعبوا كوره من اجل الكوره، ولا تفرق معاهم متقدمين 1-0 ولا 2-0 ولا 3-0 ولا بتفرق معاهم حتى مغلوبين، هم بيلعبوا كره قدم. تشوف ادائهم وهم كاسبين 3-0 نفس ادائهم وهم مغلوبين 3-0، ما عندهمش دوافع. لكن شمال افريقيا لا، الوداد عنده حسابات وعنده ادرينالين، لكن الفرقه سان داونز اللعيبه بتاعتها مش هي اللعيبه بتاخد ادرينالين من الجماهير ولا من الاعلام، لا دي لعيبه بتحط التوليفه ثانيه خالص، ده نوع ثاني. هم وفريق مازيمبي يعني انا فرقتين وحيدين شفتهم النادي الاهلي لعب معاهم او انا شفتهم في ارض الملعب بيلعبوا بدون حسابات، يعني مازيمبي ده مثلا شفته في مره كان مطلوب منه لازم يكسب 3-0 والشوط الاول انتهى 0-0 يعني، واللعيبه نازله بتاع لقيتهم بين الشوطين بيرقصوا ازاي بترقصوا وانتوا لازم تكسبوا 3-0 والجماهير بيرقصوا معاهم. الشوط الثاني كسبوا جابوا 5 اهداف خمس اهداف وبسهوله جدا جدا، كانوا بيلعبوا الوداد المغربي. فطبعا يعني بقول ازاي الفرق دي يعني، لكن الوداد في المتناول بالنسبه لنا يعني فريق يعني رايح جاي. يعني النادي الاهلي وصل ان شاء الله للنهائي، تتمنى الوداد؟ والله الاثنين بالنسبه لي يعني انا ده في ميزه النادي الاهلي ممكن يستغلها، وده في ميزه لكن بصفه عامه اتمنى الوداد. اخيرا عشان وقتنا، اتفضل رساله منك اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي بعد النجاحات الكبيره في كل الالعاب وفي كل البطولات، كمان ايضا على المستوى الانشائي، 1/6 افتتاح فرع النادي الاهلي في التجمع الخامس. انا والله بصراحه لما شفت البرومو بتاع كابتن محمود الخطيب بتاع فرع التجمع وقال ان احنا لحد دلوقتي صرفنا مليون اكتر ونص، مليار ونص انا خطيت من الرقم ده بصراحه، لان الرقم ده في الوقت اللي فيه بعض الناس بتدعي النادي الاهلي ما فيهوش، يعني الكابتن محمود الخطيب لو كان وجه جزء من المليار ونص دي، لو كان النص بس نص مليار دي لو كان وجهه صفقات كره قدم كان جاب افضل لعيبه في العالم. لكن انا بشكره جدا جدا، لان هو زي ما هو على قدر اهتمامه بتحقيق بطولات تسعد جماهيره، على قدر اهتمامه بمستقبل النادي الاهلي، ان هو يسيب ارث كبير جدا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان في كل حته، لان فرع التجمع ده هيخدم ملايين من جماهير النادي الاهلي، هيسعد اعضاء النادي الاهلي. فانا بشكرهم ان هم على توازي بطولات وانشاءات. شرفتنا ونورتنا يا استاذ علاء، ودايما بنسعد بيك على قناه النادي الاهلي. اشكرك كابتن اسامه، انا سعيد جدا اكون معاك، وسعيد جدا هكرر ان انا سعيد جدا ان انا اكون معاك بعد يوم عظيم، يعني احتفاليه عظيمه 6/1 اللي هنحتفل بيها لابد الدهر الى يوم يبعثون. نعم، وبنحسدك على الشياكه النهارده عشان كربطه الحمراء كمان، وارجوكم بعد الفاصل والنبي صوره الفلك والنبي. حاضر والنبي درجة والله في كل الفواصل دايما كل عضو رب الفلك علشان الحسد وكم البطولات اللي دايما ربنا يديمها علينا. بكده وصلنا نهايه حلقتنا، بشكر ضيف
الصحفي والناقد الكبير الاستاذ علاء عزت اللي دايما بنسعد بارائه وبيشرفنا على قناه النادي الاهلي، ودايما يا رب الاهلي في مزيد من البطولات والانتصارات، ودايما الاهلي رقم واحد.